السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه منطقه الساحل، تحديدا حي الحلفاوي، طبيب العظام اللي لقوه مقتول داخل عيادته في منطقه الساحل. الاخبار امبارح اتكلمت على موضوع مقتل الدكتور اسامه رحمه الله عليه ابن محافظه الشرقيه مركز هيه رحمه الله عليه. بنبلغ عزانا لكل اهله وكل احبابه وكل جيرانه. الخبر نازل امبارح كالتالي: مقتل طبيب داخل عيادته بالساحل والنيابه تحقق، ولكن لسه ما كانتش طلعت اي بيان معين، علشان كده ما رضناش نتكلم في الموضوع. بعدها على طول اتصدر لنا خبر تاني من الصحافه بيقول الاشتباه في شخص وراء جريمه قتل طبيب الساحل ودفنه بعيادته. ده الخبر التاني اللي كان طالع تقريبا من كام ساعه، ولكن لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها رئيس المباحث ما طلعش البيان النهائي في حاجه زي كده. علشان كده برضو بننوه على حضراتكم، يا ريت اخواتنا ما حدش يتكلم في الموضوع الا لما النيابه تطلع حاجه او لما رئيس المباحث يطلع البيان بتاعه الاخيري، علشان سير الاجراءات وسير التحقيقات ما يتاثرش عليه. موضوعنا هيبتدي كالتالي: رحمه الله عليه الطبيب الدكتور اسامه ابن محافظه الشرقيه مركز هيه اللي الناس كلها بتشهد ليه بسمعته الطيبة وسير حسنه وسلوكه. ده المتبع أو المعروف على الدكتور أسامة رحمة الله عليه اللي شغال في مركز أو شغال في معهد ناصر في القاهرة، وعنده عيادة خاصة في منطقة الساحل، وتعرف هناك كمان بطبيب الساحل. رحمة الله عليه عنده 30 سنة، اختفى قبل 5 أيام من العثور على جثته. الموضوع هيبتدي كالتالي: الاهالي هم نازلين من العمارة واللي ساكنين في العمارة اللي فيها الطبيب رحمة الله عليه شموا ريحة مش كويسة داخل العيادة بتاعته وهم طالعين وهم نازلين، علشان كده استرعاهم الامر. على طول اتصلوا بشرطة النجدة اللي جت على طول في دقائق معدودة، فتحوا الباب. اول ما فتحوا الباب وكسروه عرفوا على طول ان في وجود جثة معينة، وبالفعل لقيوا جثة الدكتور أسامة موجودة في حفرة داخل عيادته رحمة الله عليه. على طول رئيس المباحث أول المتواجدين، والأدلة الجنائية برضو كانت أول المتواجدة علشان يشوفوا الموضوع ده حصل إزاي. الجثة اللي اختفت أو الطبيب اللي اختفى من 5 أيام وتم العثور عليه جثته أو تم العثور على جثته بعدها ب5 أيام كانت كفيلة إن هي تخلي الريحة في الحر اللي احنا فيه ده إن هي تكشف الموضوع. زي ما بنقول كل الناس بتشهد للدكتور رحمة الله عليه بأخلاقه الحسنة وحبه للناس، والناس كلها بتحبه من المنطقة، لدرجة ان هم كمان سموه في المنطقة دي طبيب الساحل. اختفى قبل 5 أيام، ولكن لما يتم العثور عليه ناس كتيرة قوي كانت بتقول التليفون بتاعه كان يبقى بايظ او، ولكن لغاية اكتشاف الجثة ما كانش حد لاقيه. بنقول لكم كلمة برضو صغيرة: يا ريت الصحافة اللي بتكتب سيناريوهات متعددة في الموضوع ده يخلي سيناريوهاتكم لغاية لما رئيس مباحث ساحل يطلع الموضوع أو يطلع الاشتباه في شخص معين أو يقول فلان الفلاني هو اللي أقدم على الموضوع ده. المعلومة اللي لغاية دلوقتي وصلنا إن رئيس المباحث جاب كاميرات المراقبة كلها المتواجدة في منطقة الساحل علشان يعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج، ولكن المعلومة الأكيدة لغاية دلوقتي إن الدكتور أسامة رحمة الله عليه الكاميرات جايباه داخل العمارة وما طلعش منها مرة تانية. ليها سيناريوهات كتيرة جدا، لو قعدنا نقول لكم السيناريوهات دي ممكن نتكلم من هنا لغاية بكرة الصبح، ولكن التزاما للصمت علشان التحقيق يمشي صح ومجريات الأمور تمشي صح والجاني ما يفلتش من العقاب عن طريق معلومة معينة، هنلتزم الصمت لغاية لما نعرف الموضوع في ايه. ولكن مشرحة زينهم كانت الشاهد الأخير على انتقال الدكتور أسامة اللي كمان يقال عليه إن هو شوه قبل وفاته، يعني حصل له تمثيل بالجثة قبل ما يموت، يعني أعتقد كان الموضوع شبه انتقام شوية. مش هنتكلم برضه في أي سيناريو، محدش يعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين، ولكن مشرحة زينهم والناس اللي كانوا موجودين أكدوا برضه الموضوع ده. تم تشييع جثمان الدكتور أسامة وسط زي ما بيقولوا كده حزن شديد جدا في مركز هاهية في محافظة الشرقية. رحمة الله عليه الدكتور أسامة ابن 30 سنة، طبيب العظام اللي الناس كلها بتحبه ولقبوه في المنطقة هناك باسم طبيب الساحل. مش هنتكلم في أي سيناريو احنا ممكن نكون سمعناه وسمعت أكتر من سيناريو، ولكن في المجمل مش هنتكلم إلا لما رئيس المباحث يطلع بيانه الأخير بحاجة زي كده. ولكن نتخيل حاجة صغيرة
ايه الدافع وراء جريمة قتل طبيب معروف عنه بحسن السير والسلوك، ومعروف كمان عنه انه طبيب الغلابة، ومعروف كمان عنه ان هو دايما ابتسامته سابقاه قبل حركته؟ حاجة زي كده ممكن نتخيل فيها ايه، ممكن نرسم فيها مليون سيناريو شكله ايه. ما اعتقدش ان في انتقام يشوه الجثة لطبيب صغير في السن مقتبل على حياته بالمنظر ده، ولكن اعتقد ان الانتقام هو السمة الرئيسية في حاجة زي كده. لكن داخل او ورا الاحداث دي هنعرفها بكرة وبعده ان شاء الله، لما رئيس المباحث يطلع البيان الرسمي والخاص بجريمة طبيب الساحل رحمة الله عليه. ادعوا له بالرحمة. السلام عليكم.